مشاهدينا اهلا بحضرتكم. ذهب يواصل تراجعه محليا وعالميا، والجنيه المصري واصل رحلته لارتفاع امام الدولار. اخبار ساره بشان اسعار الذهب في مصر والتي تراجعت بشكل كبير خلال هذه الفتره بعد موجه ارتفاعات جنونيه في نهايه يناير الماضي. دعونا نتابع معكم آخر تطورات أسعار الذهب والدولار اليوم من خلال هذه التغطية الاقتصادية، ونبدأ بأسعار الذهب والتي شهدت اليوم في مصر تراجعا جديدا بعد قفزة كبيرة تخطى الجرام من عيار 21 خلالها 3300 جنيه نتيجة زيادة الأوقية عالميا، قبل أن يعود التراجع بنحو 100 دولار في سعر الأوقية اليوم. وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 2631 جنيها للبيع بعدما تجاوز 2800 جنيها، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي والتي وصل خلالها إلى 3500 جنيها بدون إضافات. أما سعر عيار 21 في مصر الآن فهو أقل من 3100 جنيه بكثير، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير من أعلى سعر في يناير الماضي وهي 4050 جنيه بدون مصنعية. كذلك سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24680 جنيه بعد أن كان 25800 جنيه بفارق يزيد عن 1100 جنيه فيما سجل 28000 لشراء في مارس، وبعد 32000 جنيه كأعلى سعر وصل إليه. وإليكم أسعار عيرة الذهب اليوم وفقا لآخر تحديث في سوق الصاغة، علما بأنها تتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب. وصل اليوم سعر عيار 24 في مصر 3525 جنيها للشراء و 3508 جنيهات للبيع، وسجل سعر إجرام عيار 21 نحو 3085 جنيهات للشراء و 3070 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 2644 جنيها للشراء و 2631 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24680 جنيها للشراء و 24500 جنيها للبيع. وتعد هذه الأسعار هي أسعار الذهب بدون أي إضافات أو مصنعية، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر، وفي الغالب يكون بين 80 وحتى 200 جنيها كزيادة على السعر أو نحو 6% من سعر الجرام، أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المجهولات الذهبية. وبالنسبة لسعر مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيها فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها في هذا المستوى تقريبا، أما الأقل فتكون مثل المشغولات. وفي ذات السياق عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان لأول مرة منذ 2022 أسعار الذهب في مصر أقل من مثليتها عالميا بفارق 60 جنيه في الجرام. وجاء في التقرير أن أسعار الذهب المحلية لأول مرة تسجل انخفاضات كبيرة بهذا الشكل منذ عام 2022 عن أسعار الذهب العالمية، وذلك بعد قفزة كبيرة كان الذهب محلي أعلى من الأسعار العالمية، وهذا بسبب نقص الدولار. وكشف التقرير أن أسعار الذهب تراجعت الأسبوع الماضي في مصر 4.8% في حين تراجعت عالميا بنسبة 2.3% فقط. أما بالنسبة لأسعار الذهب عالميا فتراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم بالأسواق العالمية، وخسرت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية. وانخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.22% أو ما يعادل 5.2 دولار ليصل إلى 2333 للأونصة. وننتقل الآن لمتابعة آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه، والذي سجل تراجعا في آخر تحديث على مواقع البنوك الرسمية بعد صعود ملحوظة، حيث هبط بنحو جنيها كاملا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة التخطيط عن تسليم مصر دفعة جديدة، وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، وهو ما يؤثر بالإيجاب على سعر الصرف وقد يؤدي إلى تراجع الدولار مجدداً. وهبط سعر الدولار في البنوك لنحو أقل من 48 جنيها ويظل متراجعا بفارق كبير. أعلى سعر سجله هو فوق 50 جنيه في البنوك يوم 6 مارس، والذي كان 50.85 جنيه. ووصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري إلى 47.85 جنيه للشراء و 47.99 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع. أيضا سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.78 جنيه للشراء و 47.88 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع. أما بالنسبة للسوق السوداء والتي يتساءل ويبحث عنها البعض، فقد أصيبت بالشلل بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع الشهر الماضي مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة. مشاهدينا، كانت هذه تفاصيل كل من أسعار الذهب والدولار اليوم في مصر. انتهت هذه التغطية الاقتصادية. بشكر حضرتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.